إن شاء الله المولى إن شاء الله تعالى وحن كب الله بإن آيادة اللحدة إيا الله إلى آيادة تضباطة إيا تضبو وصورة ديه بصورة آل عمران نبي الله عيسى في حالته سي يصف عن لو شيقي لو قنا الجهل بحي وكان الله وحليه إن هذا كان لغوق الصوضي ونبي عيسى حالته سي الذكرية إيو بسوين كنوع عاصر علم قال له شيء اللي هو إسقى القصص قصة الحق وحقه قصة وحالة إلى شيء كذا ويا أرني ماذا لقى شيء كيا قصة ليه ووحلا أغريوي وحرق وشريء لا أغريوي الله دبق عليه ما كان القرآن كقصص تيسو ووضع حق كل جود قارها وحالة إلى سيدنا النبي عيسى لقى شيء سيدنا يهودي النصارى ده هايستان ما هي سيدنا الله شيء جاي بحق حق واسدة إن هذا إشارة وحي كدعي نبي عيسى يشي كريسى يكون عيسى إن هذا كاسي آية دور قرآن سورة دورنا نوا سورة قال لكن بل كا عيسى سيدا لغو شاقي لهو كاسا القصص قصاء الحق أو نبع وحبينه كمتيرو وحي يهودي نصارى دو أي شاقي يعني بيوه يهود وحي إلى هذا النبي عيسى سكال وقرد شيء كبده يدي أنا ويقف لقاد ديين عرب ممارين كره نصارى دون وإله بيده هذا أما وإن إله بيده وحصل لنا وابن سيدا نبتي وسيدا هذا النبي عيسى لقاك الشيكي وي سيدا دبنا وما من إله إله أصل بمجر إلا الله ألا موياه وإن الله ألنا اللي هو إساق العزيز كغالب وهي الحكيم أو فلسا لبدا الصفابة وحيكوش قل ليهن حق ما ملكا عزيز مركي معنية هو قادر أول لي ووحول بسامين كرا عيدون كوري من كريني حكيمنا وحوي صفة عبد الله سبحانه وتعالى خلق أمة ملا لبده أودي كل شق ليه ملك إلهان الله أهين مجر النبي عيسى إله ماها عدكلن إله ماها أن الله أهين وما من إله إله مجر النكير بعد النفي بعد وعام بالين وما من إله أصل بإله مجر إلا الله ألمه يعني إله كلام مجره وإن الله ألنا اللي هو الله العزيز كغالب وهي لا يمانعه أحد عدك مهر ما انكرت كمان الضبشقين كرتوا الحكيم أو فلسن ويان مركا الله قادرك وعزيزك أداد دون تواضو عمان كرتا واد مريا كرتا لكن كمهري من كرتا وحوو الله حكومه وين وحوو شرعي جيسون واسدا وحلو وحو الله كينا نواوض حق وين مركا فإن تولو هدي جيت سدا مركا سدا حق الله وشيبه نبي الله عيسى لغا شاكيه الله كالي نمدي شي توحيدك لغا شاكيه هدي جيت سدان وديدان وحق قادم وايان فإن الله الله سبحانه وتعالى عليم وأوجه بالمفسدين وحبيس كألا وأوجه كوا وحبيس كأ وكوا حق قادم والنبي الله محمد وددي سمر ويؤ نبي عيسى وحكى لكل شيء جوا مفسدين عقيدة دي فسادين يان أرضك كي فسادين يان الدين تي فسادين يان وفكرة ده هي فساد وحول بوا مفسدين وين مرك معناه واحد كده جنت هاي أنت ولو شرد جوابك ونقاني فأنت ولو هدي جيت سدان فهم المفسدون أبو معنه نقوى مفسدين سيدا درت هذا الله مفسدين ثم وأجي هاي وكأب المرينا ياوي سبحانه وتعالى وأجي هاي معنى هذا مركل يقول وكأب المريوي فإن تولوا هدي جستان وحق الديدان ومفسدين فإن الله ألا نعلم وأجي هاي بالمفسدين وحبيسك الله باك لا حساب تمية نبي الله محمد حيل كما صار إن مفسدين تلا حساب تمه قل وحات إلى النبي الله يا أهل الكتاب دتك كتابك وهي الكأهو تعالوا كالي إلى كلمة كلمة وكالي كلمة داسي وحوي وعبادة وي الله كلي اللي جوجار يلي مرك وحاح بارسنا عبادة الله اللي جوجار يلي لا إله إلا الله محمد رسول الله مرك كلمة داسي وكان كان والله إله إلا الله دي وحلا وحي عقيدها وحم بارسنا تاه رسول الله دي نوسي دينها يشرع وحم بارسنا تاه رسالة أنا معناه سايها قل وحات إلى أهل الكتاب أو يهودي نصارى أهو أو يهودنا نبي مدينة اللي تشوجان نصارده نواني من كوفتي جه أجمل أهل الكتاب كيوم مركا ما عافي عن اللوجي يري جاي وري الكتاباتي نو حايدين قمن إن الكتب ترى علم بمعنى كذا جنتها وحيوم لمدهن أما قال ذي لمدهن وردت في كتاب كون صاحب كهيوم كتاب كلفتي سبى اللي دينكو يري جاي كذا جنتها يا أهل الكتاب ردت كتاب كفي عن وأهل كأهو تعالوا كاليا إلى كلمة كلمة وكاليا سواء أن سواء أسمن كلمة بيننا وبينكم أن نجي إذن كده حضور أسمن وإننا كله حين وما هي كلمة ذاتي ألا نعبد إنا عابدين إلا الله ألم وياني
ولا نشرك أن لودا جن به العبادة الشيء شيء أن لودا جن ولا يتخذ أنكدر جن بعضها قارك بعضنا قاركان بعض قارك كلا أباب الرب يالكدر جن من دون الله الغير كه كلمة اللوجي وحوي الله كليها العابد عبادة مركين نقطة يا ألا آمن مركين نقطة خلق قدر وأسميه أيدنا وحي تلمامي سوى وحي قاركودي لهذين أهل الكتاب فيه محمد وحينا قرب إلى العابدنا بالمثل المشركين تبا وحي لهن سيد عزير لو عابدي يا عيسى لو عابدي يا محمد إنا قرب إلى إنا عابدنا يهود اللفتاد ونسيلا إنا إددك كوي لهذين بالغي يابا إنا عابدان مرربا مركا وحوي إنا دي عابدان مرربا إنا نصنا نوين ألو إذا عابدان ربا وي كلمة دا سوكا كان كلمة دا سالكم يدو بكرة وحالا وحي كلا فكرة دا خلطة ماشا عايز كتور تعالوا كالي إلى كلمة هل كلمة كالي كلمة دا سواء أصما هي كلمة دو بيننا وبينك ما نجي إذن كدح ضاد كلمة دا سواء محي ألا نعبد إنا إنا عابدين إلا الله ألم وإنا نوحك العابدين ولا نشرك إنا لو ذا جنبه بالله في العبادة الشيء شيء إنا لو ذا جنبه لبدا الجملة ويسد كينا يا إنا ألا كليد اللي عابده معنه دو حويه إنا ألا لو شريك يالي مركا عبادة ده وحا عبادة قالت هذا يتشير عبادة الله غيره الله أقول صدى لما يره الله تشير لما يره هذا يتشير قالت الله العبادة وأيه توحيد الربوبية أما توحيدك حق صفة فعلك ويفميسين قالت إنه ألا جلوه وحرزاقه وحدلوه وحنوليه ويفميسين ولقد مركا إله قرأ لما يره انت بضل ألا عابده لي مركا إله نبدي ديدينه ألا كليه هل عابده تاسي ديدينه وما إله كليه نغف لم بيليه حقيقة الله ما أنا فهمي والكلمة ذا وقال يا الله نعبد إلا الله ولا نشرك أين لو ذا جن به بالله شيئا في العبادة أين عدنا لو ذا جن عبادة وحكم ذا الله الوكلية لليلة بريضة والدعاء الدعاء مخ العبادات نبي غير بريض عبادة كما توين نساء برنه إن أدو حبريضه وحألم يعدك لو كيني كرتاجرين إن عدك لو كبريضه حوي حقك لا يقول لي حاني ولا يتخذون كدغا من بعضنا قاركين بعض قارك كلا ارباب الربياله من دون الله الا غير رب نمد وحو يقاركين كدغا ولو قفكو اما كوخدو يانه بي كو دواق وها سينو ربي يهاي وحان الله هين هدي عابدان ربي بي كدغتين عدي بن حاتم نكي ري دائي او دينت نصارى دا غلى انتو شركي ديداي دينت نصارى دا غلى نبي الله محمد بو يمدو صلى الله عليه وسلم ولا شكايس بل حالديس وخ كدراسيني مركا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله آيات داسة لقد الأقرية مركا سوري يا رسول الله كما أن الرب دقنن مركا نبي حكوية سو وحي حلال أيانا ما إذا الحلالين تري وحي حرام أيانا كما راعي ترين ها تلك عبادة تبو للنبي مركا معناه وحوي قفكم وحن أربك كدقن أيو رب وإي أم وإله إنو جدا شرد ما وإنو وح ألا ليه يكو قاري ألو ووح ألا ليه ولد بفر يستوي marka maxabad wax bani aadama allah uga daba fadhiisa adigu waa toos u caabid balaleey oo nabiga nabi ilaah muhammad kaleeyhi salaatu wa salaam waxa loo sheegay aniga igu daba fayla xagga socodka iyo dariiqa iyo diinta igu daba fayla laakiin cibaadada markay noqoto allah wada caabid salaad diba isku mar la galay waxa way ruux adiga noo weyn adu horta tuko kadibna waan ka daba tuko ma taal meesh isku mar aan allah caabidna way laakiin xagga sharciga iyo aqoonta waa loo kala dambeyn xagga cibaadada ma loo kala dambeynay haba loo kala fadhi badnaade فانت ولو هدي جيستان وكلمة ديدان فقولوا وحاتر هذان اشهدوا قرى وقادا معناها بأننا أنكم مسلمون إنا ننهي تام معنى هذا هو إنا إذن لم يذهي إذن كهداء ديدان طريقة حقه اللي إذن كياني إنا أنكم طريقة يدي في عناك يسدنون إذن فاعسنين كور هاي وإنا اسكو صاحبي استحيز بمدنا هاي وقادا مركا وحاوي يقفك قالك هدوك ديدا أما حق ديدها anigu waa ka farxay kulan nabad gali bari baynu kala nahay kulan oo sheeginaad bari ka tahay yoono ku soo daba dabaysanino ku soo aanaysanino mardaba ku imanay ugu xariga ugu inta walow haday jeesaan faquluhu waxa tidhaha ishhadu qira bimaana ogaada bay ka dhigan tahay laana anagu muslimuuna inaanu nahay nabi ilaahi muhammad sidaas uu dadkii u sheegay ya ahla alkitab liman ka ahlu kitabka aho lima tuhajjunum haqqu murmaysan في إبراهيم في ملة إبراهيم وشؤونه إبراهيم شؤون تيس يدين تيس محاد قمر ميسان والحال ما أنزلت أن لسود جن التوراة والتوراة والإنجيل وإنجيل إلا من بعده دبد مؤيان فلا تعقلون وحوم يدان قرنين حتى وحشبها أما هيستان وحيدهن يهودي
إبراهيم دين تيسانو هاي سنة إبراهيم نا يهود بوها نصارى نوحي له إبراهيم دين تيسان هاي سنة يهود بوها مركا عقل حمضان ورتوريدي إنجيل ما بشرين مركا إبراهيم شري بالمثل نبي موسى يا نبي إبراهيم وقال كن سنة أول حيسة نبي عيسى يا نبي موسى كن سنة أول حيسة لما كنا سنة عيسى يكدم بي إبراهيم مركا الدين تبري قاتمت ما إبراهيم باكا من نقوم كروي ميدا العقل هاي إلا وحال دوني هدات شاكك أنتو oo kaysis balax oo kaysisna hata ma aha oo kaysisna ma aha yahla kitabo lima tuhaajuna mahad ugu murmaysan fi ibraahim ibraahim ugu murmaysan oo leedihin anagu aha wama uzilad lamana soo dajinin at-tawratu tawradi wali jul ila min ba'di isaga dabad mooyaan marka sidoo ku noqday waxa way misagoon dhalani bu kamid noqday way afala taaqiluna waxa miyadan garanay hata waxu ek ma tabaysan way waxa ek hata ma simaysan ha antum ulai ha antum ها وتنبيه أنتم يدكم أولئك وحاساتهم هذه سالة سجل خبر واسح وين أنتم يدكم هؤلاء كواساتهم وروح يعني أنت تشكر يكون ديدين وروح يهو حسابته إنه عاسين الناف بيكرر عن تاج وحكر الله إعراب كرا أنتم تين مبتدل لجدقه هؤلاء دين منادل لجدقه ها أنتم يدكم يا هؤلاء كواسو حاجتهم كوبا مرمى بل كوبا قدروا كمرمى فيما شيء لكم يدكم سمنا به شيء علم الأجان بل كوبا مرمى wixii aad wax ka ogtiin tawreed injiil iyo wax ka sheega falima tuhaajuna maxaad ugu murmaysan fiima shay leysa lakum idin sunaan bihi sheega cilmi cilmi ba idin sunaan waxaad idinku wax ka ogtiin oo cilmi wax yarun aad ka taqaaniin ama wax badan ka taqaani kaba murma waxaan waxba ka ogeyn maxaad ugu murmaysan nabi ibraahim ba yahooda maxaad u leedii kama war haysan ba diinta tawreed injiil kuma qorra nabi kaliya oo nabi maxamed ah magciisu kuma qorra ishaara mooyaan kuma qorra nabi maxamed ba magciisu ku qoran yahay يا محمد نواك يديدين بركة إبراهيم يدين تي سطانك وما قرر توراد الإنجيل يعني الدين تي النبي إبراهيم يتوراد الإنجيل وأسلم من دينه أنا وحق عقيدة وحق التوحيد كان لكن ما جع إبراهيم كم قرين بركة واحدة وحبه بركة إن محاوجم ربنا يسويهم يا ذو هالنتي وحيهم ها أنتم يدك هؤلاء كواسو منادها أن كدين سدك لنا واسع ها أنتم يدك هؤلاء وحاساتين وحلا الله هذلا بعنا هين حاجتهم كوبا مرمى أتبكم مرنتان فيما شيء لكم ويدن كسر هذا به شيء علم أجان سيدا توريد إنجيلي وحكا شيء فلما تحاجون محاد أغمر ميسان فيما شيء ليس لكم ويدن سنان به شيء علم أجان ويدن سنان أما علم أجان به سيدا دكتهين والله الله يعلم حقيقة إيا وحول با الله با أغ الليه وح أغان سيدا وحو شيء وأنتم يكون لا تعلمون الشيء وحبابا قرر ميسان هير كاسابة تاقلتهين وحيدا وربوا هين بايس كمل أولي سانوين هون عقل قال هاي والله الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قال لي وحول بأقابة أنك سيدان إيقوة رمي وي معنا وسيدان أشرحي وأنتم يقول لا تعلمون وحول بأقابة مالك جاهلين باتين جاهل هذا الكيس لما غبس دون انت صورنا وإهل كتابك لا لها ليه وحوه يكد بعلم هيان أضدت صوم مسلمين ويتران ما كان إبراهيم إبراهيم ما أهين يهوديا يهود ما أهين ولا نصرانيا نصرانين ما أهين ولكن كان وحوها حنيفا حق بعد الكلاه ذا حق الله حنيفكم معني سوى سذا مسلما أولي بمسلم هو جان سمي وما كان كمد ماهن من المشركين مشركين تكمد ماهن يقال الله قدر حلي مشركين تيسون كمد يهودي نصارى من ماهن حيا لمشركين تكمد ماهن إذن كنتم مشركين باتين يهودي نصارى إبراهيم يهود نماهن نصارى نماهن مشرك نماهن إذن كنتم مشركين باتين سذا درت إبراهيم إذن كإذن مدوه ها أنا يسننا ما كان إبراهيم إبراهيم ما أهين واعتيه رب الله سيعد كاين ما كان إبراهيم إبراهيم ما أهين خليل الرحمن يهوديا يهود ما أهين ويبكدن بيسي ولا نصرانيا نصرانين ما أهين ولكن كان وحوها حنيفا حق راعي بعد الكلاحلة يوها مسلما نولي به قاسا وعي سلامة حنيفا يا مسلما وما كان كمد ماهن ملم نسكين سيدين نوكالي إذن كده كمد ماهن سايدين كوب شركين باتيين وي مركز ساوحي الأهدين نبي الله إبراهيم أنجا أوحي جنوه ونرد على يوم دين في سيبانو هاي سنة بركاسا وحل ليه هاي إن أول الناس ضدك كأقوم مدن أوحي جه بإبراهيم إبراهيم للذين كوا يتبعوه راعي وقت جيسي يا وهذا النبي نبي محمد يا والذي كوا والذين كوا آمنوا راعي ونبي محمد رمي نبي إبراهيم حكتي سوا كوا إذن كما إذن كم مشركين باتين سلا ضدتهم حكتي إذن ماها marka waxa way xigtadu waxa xagga diinta ugu xagga abtirka xigtada ah waxa ka fadli badan xigtada xagga diinta
marka nabi ilaahay muhammad tarankiiba ha ahaado nabi ilaahay ibraahim ha ahaade laakiin hadda meeshu dadka uga aanaysan yahay waa xagga mutaabacada iyo diinta weeyaan marka yaani xiriirka xagga diinta yaa wax la isku aanaystaa weey qofka muslimka ah meel muslim joogun baa wadankiisa ah ka muslimka un baa walaalkii awey inna awlanaasi dadka ka ugu xiga bi ibraahim ibraahim ugu aanaysan lalladiina ku weeyaan ittabacuuhu raacay iyo wahaada nabi iyo nabigaan وهذا النبي ذو حيكو عطفنته للذين بيكو عطفنته لام توا لام ابتدى للذين كو يتبعوه الراعي ووقت جيسي مؤمنين تاها يو هذا النبي نبيغان يو الذين كو يآمنوا نبيغا ثم يو الراعي والله ألنا ولي المؤمنين مؤمنين تولي قوديوي وأكال ما يهل الله سكي يوحا أؤه أما مؤمنين تسكي يوحا أؤه الله مركا يدين كده مؤمنين مرها ديدان هاين سكي إبراهيم متهد إبراهيم إساقا الله با أوليه marka idinku ibraahim mar haddii aan la diinahayn day allah wali idin maaha yaani mali waa maamulow yahay laakiin wali idin gargaari oo idin jecel maaha allah subhanahu wa ta'ala wallahu alla waliyul mu'minina mu'minina ti wali gooda aweyn markaas qoladaan ehlu kitaabka in badan bay daba socdaan shaki badan bay beeraan waxay hada iyo jeer isku dayaan inay meelaha ka ugaarsadaan dad ay duufsadaan wadda wadda tahay da'ifatu qayb ومن أهل الكتاب أهل الكتاب ككمده لو يضلونكم إن إذن لميان لو دوا مستري يضلون مركب مفعولك وحيجعلهن ضلالكم وإي معنى أما تضليلكم لمنتين يجعلهن وما يضلون من اللمين يان انتا اللمين إذنك إذن لك هذين يان إلا أنفسهم نفتو دم يوحي هلاقة يعني ونفتو دوين وحي هلاقة يعني ونفتو دو الضلال كان إذنك إذن لك هبان إيقا الضالين وما يشعرون من أقع إن يجو الضلاليين أما الضلالك يجو الرعسين هاي عدنا إنا وحيي الكريمين كما ورهايان وعقل حضيانه المثل وحي آيات التلمام يسي سدح صحابيهم لعاد بن الجبل يا حذيفة بن اليمان يا عمار بن ياسر يا ثيب بن قريدة اللي ثيب بن قريدة يقينو غاعي النظير انتو بمدينة يدقل هاي خيبر باكفو قيد مدينة يجي مادينو وحيدة انت إن من كوحة أصدرين وارماشي دين تيني باد بدشيني anaga diinta yada soo raacday diinta faqiirka noocaas iskaga baxa markaas aan la baraarujinayaayo in ay ahlu kitaabku waligood ba ku dadaalayaan dad ay lumiyaan oo duufsadaan waxay way ku dad ila fil waqti haadir nawasidi weyn waddat waxay jicashay daa'ifatu qolo ama qayb oo min ahli kitaabi kamidhi law yudillunakum in ay idin lumiyaan bay jicilihi idin lumiyaan yaani tadlilakum lumintiin ay jicilihi وما يضلون من لمينان اصلحان وحقيقته سيده تهيا الا انفسهم نفتهده مويان او ييردن ايدينكا ايدين يير يي وخان يي خيانادن سمينيان بابا لميدن لفتهده يغا لنسن وما يشعرون من اوغا حالته اني سيده تهي ما اوغا لين هدي سيده نو لخنتahay وي كاسو نوقن لهاين يا اهل الكتاب اهل الكتاب لما تكفرون محاد اوغا غالوبيسان بايات الله الا اياته محاد اوغا غالوبيسان وأنتم يدكون تشهدون أد أكتهن آياتهن حقهن إلا يهودي النصارى بوي أجهن نبي الله محمد سفريسي هي الدين في سؤال حقتها ووقته إلا فيلا يؤيمت وصفاته أي تيتها ويكورها يعني بل كانوا حالا ليه محادو قد قالوا إذا محايد كوكا لفاي لما وحاوية واللامت وحرف جاد ميمتن ولم استفامتي وي ميم لما وين غلها يا أهل الكتاب والله عنا أنت غير كتابه لما تكفرون محد اوغا غالودن بايات الله اياده الى محد اوغا غالود افرا علاده قينون كنا تدعنا بو هاي وانتم اذا كنتم تشهدون ادكتين ان الايات حق ان يهين ادكتين محد اوغا غالودن بو الله سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب خير كتابه قل اهل الكتاب كاهي لما تلبسون محد اوغا دديسان اما اوهو وينيسان الحق حق بالباطل وانت حق قريسين الباطل في دوشه سو مريسين وتكتمون الحق حقنا أدق رسان وأنتم يدكون تعلمون أكتهن حق وحيها أكتهن كور رسان بحثة ويليس صفات النبي الله محمد بي قريين وكان ساوي حيليه بعد الكبير دوسة سومريينه أنا كتبت يدى سان كوهي ناي واسدا ننك انت المانتيسة ومالك وحكلم ويهي وحوي ننك إنو عربا غضبا ما هاي وحاسي صوبا لغيا وحيابا الله بحنين بصوبا لغيا وبعد الكي حقين هوسي مرينيا وحوي danahooday sida u yeelayaan riyaasada idinka wareegbay leeyihiin oo dad ninkan inuu xaq yahay sheegtaan nabi ilaah muhammad inuu xaq yahay iyo wuxuu dadkan aad culimada u tihiin oo xogayga ka urursanaysaan baa idinka tagibay leeyihiin marka waa danaystayaal weyn qof kasto danaystayaal inaad waa sida ugu qofku markuu danaysan yahay xaq sheegmahay weyn ba sheegaya xaq ya ahlul kitaab ahlul kitaabo
لما تلبسون الحق حق محاد اوه وينيسان بالباطل باطل وباطل دوشا او سمرينسان والحال تكتمون الحق حقا ادقرينيسان اذا الحق شيء ما حيدكم كلفيا وانتم بدكم تعلمون حق ادوكتين ماشي يا ادوكتين وجهل اذا كغسغنين. وقالت قال واحد قالت طائفة قال واحد من اهل الكتاب امنوا فمايا بالذي كي انزل الودجي على الذين كي امنوا مؤمنوا بي مؤمنين والنبي الله محمد كم مديه وحي لغو سودة جيه فمي وجه النهاري مالين تقلن كهاري وفروا كالقالوبة آخره آخر كيسة كالقالوبة لعلهم يرجعون ساعوا صور نقضا ماشي وحاوية واتبع استعمال ايانا وحي لهين اي نتصيننا جيدا هذين مالين تقلن كيادة هوري صحابة الدقار وحاكرة مركا انصوق قالي مركا كواسي الدمع سيهنين يسول لي فيها انت انو مالين تقلن كهاري هوري حقا يوتوكنا يان ولتوكنا وحي سلانما اموتشنه قال لك لما أنو نداهنا إنتان علمتي بالنصوت تشنيو خلل بدن باكوتيرو وحي وحصح معه مركا قفكي ضعيفة هذا وحوليه والله إني ممكن دي وأهل كتال والله وحم بيكوار كانوا محيو قال نقضين صحابة لكن كمان نقنشرين من صحابه كان نقضين متشرو لكن يجو حيد مع سينهن ذاتك يعرف سوقية ذاتك أولي آدو في سوقينية إني دو سلانو أي دهدي والله إني ممكن أهل علمي بيها يعني وسكا كسر نقضين وحم بيكوار كان وحكوا لي كمان كوا وضع يجه كوي صوم مسلم لها يقوى ضعفة لها إن أمه سيانين الماشي الديني كيرين أي واحد خلت كتيره وخيانة يسمينا ياوي وقالت وحيدهم طائفة قلاء ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كمد آمنوا فمايا بالذي كي انزل الودجي على الذين آمنوا كوى من نبي الله محمد كمد يهي وجه النهار ما لنت قالين كيدا هوري ولدت كذا بل يردح قال وقفروا كقالوا بآخره قدالك ما لنت قداش آخره آخر النهار ما لنت قداش هذا كقالوا بأ لعلهم يرجعون سيأوي صوت أقدانه وإيدا أن من كانوا خلال بيكو أركان وحاكوا ليدا ولا تؤمنوا هؤلاء الشيقين إلا لمن مو يتبع راعي دينكم دينتين الراعي قلوا حاتر إن الهدى هنونك هدى الله ألا هنونك سويه إذنكم ما هي ستان إنتا سوى معترض معنوه حوي ولا تؤمنوا هؤلاء الشيقين إلا لمن قف مو يتبع دينكم دينتين الراعي أن يتا مخافة أن يتا إلا سيئي كعبصدر أحد أحد مثل ما أوتيتم وحل إذن سيئي أو يحاجوكم أما إذن كغجر هلانو إذن كل مرمان عند ربكم ربنا أكتس المعنى وحوية ولدا نبي الله محمد رعسا هاو الشيقين الدين تود إني حقتها ورنتا هاو الشيقين إن أقول هو سهانا نوغاني هاو الشيقين محاي كبقيان إن دين كلا أي ماشي كسو بحضه وحاي كبقيان إن عد كلا الدين لسيئي أي ماشي كسو بحضه مدى كلا آخرين يغجر هلبين هدين الدين تود إني حقتها وشيقنو أي نان راعنا عند ربكم بين جدر هل بلين أغلق هذا وحي لتهي وحنا يقارن يانينا أن لك لا حساب تمين إهدى أفكا لغير لواقون لغا الحساب تمين لتهي مالك معنوه حوية عدان إنك أهين خنته وشيقنا وهو آمنين وسيرتين وشيقنا ونبي الله محمد إنه حقيه وشيقنا سيئين ما يشاء وغا صابحين عد دينها يستطعين وغا صابحين مثل أن يتا مثل ما أحد مثل ما أتيتم وطاء معنى هذا أو يحاجوكم عند ربكم أما إن إذا كغير هلينو ألا أكتسى إن إذا كغير هلين هذا ضو الشيطان حقي أديدان قال الدعوة دي سوي إذا كغير هلين أدوك لفتيسى وإذا كغير هلين مركا قل إن الهدى هدى الله هو معترض أن يتادوا حي كحر انتهي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينك لا تؤمنوا هؤر شيقين وصرت هؤر شيقين إلا لمن مويانا تبع دينكم دينتين رضعوا إنك نصور رعسان مويين قل وحد كتر أبا لدي النبي محمد إن الهدى هنوك هدى الله ألا هنوك يسوي إذنك واحد هيستان بمعها أن يتا لألا يتا مركا سيء الله سينين هدين لله دين تنواحق وحيكم بقيا أن يتا مخافة أن يتا إلا سيئي أحد أحد مثل ما في أتيتم لدي سيئو دين تأ سيء روح دين الله سينين أو روح أن نقاه إنه دين وهلين فنتا هشيقنا أو يحاجوكم أما إذنك غير هلين مخافة أن يحاجوكم إذنك غير هلان كعب سيدهل عند ربكم ربك نكتيس قلوا حات الأبالين إن الفضل فضله بيد الله ألا جعنتي سكسوا يهي يتيه وحسي ما يشاو قفك ودنونس يا الله فضله بل قال كان وحو تلماما يا إن الفضل بيده يتيه ما يشاو إذنك ما يستان أما الشيغة والدين باشر ترده هو حق دين تنده أما هالشيغين فضلك الله ما يستان عدو الدنونس يا نبي الله محمد لوسي إذنك هداد كبق قيسان عدك الدين يا لتئين أنا يسير إن هداد كبق قيسان وعدك الدين يا لتكبق قيسان الله بفضل قايا الله أن النبي الله محمد موسي يعني أنت رأسا قل وحات لا إن الفضل فضله هي شرفته وحيه كمدي هاي أرسالته كمته إيمانك كمدي هاي بيد الله ألا جعنتي سو كتيرة يتيه الله وصي يا من يشاء وقف كودونه يوصي يا كل بال
marka idin kuma haysaan ama qari ama ha qarinina allah baa cid doona diin siinay ka baqa in diin ay dad kale helaan ama ha ka baqina allah baa fadliga iska leh qul waxa tiraa inal fadlu fadlu bi yadillah allah gacantiisa ku jira yutihi wuxuu siyaa ma yeesha qofku doona nabiyullah muhammad bin nasi oo aakhirul anbiyaaya oo khayru khalqillahi wallahu allah na wasi'un ka fadligiisu u ballaaran yahay way aliimun oo wax walba og way fadligiisa ballaaran ogaantiisu alla ku maamulaya ciddii usuuba tusiinaya way allah subxaanahu wa tacaala yaqtasu wuxuu ku khaasiyeelaa biraxmatihi raxmadiisa oo waxyigu ka mid yahay risaaladii iyo nabinimadu ma yeeshaa qofku doono wallahu alla na dul fadli fadlika u saaxiiba way alcadiim oo weyn allah subxaanahu wa tacaala fadligiisu waa ballaaran yahay qofku doonana raxmadiisu siiyaa nabiyullaahi maxamed buu siiyey intii raacday buu iimaankii siiyey cida la ciddii diinta raacdo oo dhan waa la fadligiisii u doortay idinku haddaa diideen fadliga allah waa ka tardeen wey yaktasu wuxuu alla ku khaasiya ilaa biraxmati raxmadiisa ma yeeshaa qofku doono wallahu alla na dul fadli fadlika u saaxiiba weeye alcadiimu oo weyn fadligiisa alla weynidiisa ha ka qayb geli waayen marka fadliga alle ballaaran waxay kuugu xidhan tahay keliya laa ilaha illallah muxamedun rasuulullah iyo amarka ood qaadatay waa intaa keliya baaba kaa xigtay dhibba male wada dheer u qaadi maysid sariir meel furana u fuuli maysid kharashkaagaga bixi may adigu waxa aad samayn karta wey waxaad fadliga alla ku helayso wa min ahli lkitaab kitaabka kuwa ehelka waxaa ka mid ah man dad baa ka mid ah in taamanhu haddaad u aaminto biqindaarin xoolo tiro badan haddaad u aaminto tiro badan yu-addihi ku gudanaya ilayka xaggaagoo ku siinaya haddaad xoolo tiro badan inta u dhiibta aad tidhaahda iihay mar alla marka amuka amahdaba markaad doonto ku siinaya wa minhu waxaa ka mid a man dad baa ka mid a in taamanhu haddaad u aaminto bidiinaarin diinaar haddaad u aaminto laa yu-addihi aan kuu gudanaynin ilayka xaggaada ilaa maa dumta intaad daa'imto qaa'iman calayhi kii dul taagan mooye waxaa ka mid a ahlu kitaabka kuwa haddaad u aaminto xoolo aan xisaab lahayn oo ciiddaa ka badan aamina cabdullaahi ibnu salaamo oo kale ninka reer banu israa'iil ee fiicnaa nin caraba wuxuu u dhiibtay 1200 waqiyadood oo dahaba yuu u dhiibtay markaa sidii ugu hayay buu markuu u yimid buu gacanta ka saaray finxaas binu caazura ninka la yidhaahna nin qureyshi ah yaa wuxuu u dhiibtay diinaar buu u dhiibtay diinaarku waa 24 qiiraad baa la yidhi qiiraadkuna qiiraadkii la arkaba waa 3 xabo oo bahashan qamandi la yidhaahdo heedda yuu u dhigma waa lacag aada u yar weeye diinaarku markaa wuu u diiday marka qayb baa kamid a inaad dul taagnaata mooye aadan shilin xataa u aaminayna wey dul taagnida macnaheedu waxa weye waa inaad had iyo jeer la taagna war waxayga isii war inaad dayni ka qabto ma ogtahay waan ku dacweyn ood marmar u hanjabto waa inaad saa u dul taagnaato la hadashaon saan buu wax kugu siinay waxa weeye in yar haddaa isdaba martaa wuu ku khayaani wey nin baa diinaar u dhiibtay wuu ka khayaani marka wa min ahli lkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid a man dad baa ka mid a in taamanu haddaad u aaminto biqintaarin xoolo tiro badan yu-addihi gudanaya ilayka xaggaaga oo kuu dhiibi wa minhum waxaa ka mid a man dad baa ka mid a in taamanu haddaad u aaminto bidiinaarin shilin lacaga laa yu-addihi aan gudanaynin ilayka xaggaaga ilaa maa dumta intaad dul taagan tahay mooye ilaa maa dumta intaad daa'imta mooye qaa'iman kii dul taagan calayhi dushiisa waa hadiya jeer war isiida aad ku hayso lacagtayda isiida aad ku hayso odadi jeer xusuusisa wey maxaana ugu wacan marka maxay carabta waxeeda carabta lila umiyiin ba u yaqaano da jaahiliina u yaqaanino ayau ka fiican yihiin maxay sidaa u yeelayaan daalika khiyaanadaasi daanahum bisababi annahum iyagu qaaluu waxay yidhaahdeen laysa ma aha nin calaynaa dushanada fi lumiyiina fii maali lumiyiina kuwan carabtaoo aflaawayaasha maalkooda haddaanu cuno sabiilun wada canaaneed wada aadina soo geli mayso wada ciqaabeedna soo geli mayso wey wada ciqaabeedna soo geli mayso yacni way noo badnaantahay mar haddayna diinta yada haysanin inaanu dhacno oo khiyaanoon xoolahooda cuno way isaga kaaya banaan tahay bay yidhaahdeen waxaa ugu wacan khiyaanada waxaasaa ugu wacan buu alla leeyahay subxaanahu watacaala daalika khiyaanadaasi biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu waxay yidhaahdeen laysa ma aha nin calaynaa dushayada fi lumiyiina fii maali lumiyiina wa xuquuqi lumiyiina umiyiinta xaqooda markii la eego sabiilun waddo nasoo gashaa ma jirto waddo eedeedoo nasoo gashaa ma jirto wa yaquuluuna weliba way dhahayaan cala allaahi alla dushiisa alkadiba been wahum iyaguna yaclamuuna way ogyihiin inay beenaalayaal yihiin marka allay been ku been abuurayo macnaheedu waxa weye waxaan alla xalaalay nin bay xalaal ka dhigaya waxaan alla xaaraamay nin bay xaaraam ka dhigaya oo qoladan umiyiinta ah xoolahooda cunidiisu waa noo xalaal bay leeyihiin oo sharciga iyagaa noo baneeyey bay leeyihiin marka waa beentood wey been bay alla ku been abuuranaya allay wax dusha ka saaraya wakadaalika qof kastoo bidciihina waa sida qof kastoo diinta waxaan ku jirin ku soo dara waxa weeye allah buu ku been abuurtay waxaan diinta ka mid ahayn qofkii ku soo dhex dara oo dadka diin uga sheega
وحوي على الله الكذبة الله أبو بين كده كوبين أبو رتوي إلا كوا كليمان يهود كليه الكتاب كقال لماذا ولا من قال وحلا وحي وضوضو دي مرواسده وكله مرك قفك بالمثل بلعي ومفترع على الله واحد دين تعالى كمذا هم بدين ألا كل شيء ويقولون وحيلين على الله ألا دش سو حيكلين الكذبة بين وهم يقولون يعلمون وأجهم بلاء صداعات شكتين معها يهود يسات شكتين ما هي الكتابه من أوفى قفك أوفية بعهدها ألا بلنتي سأوفية واتقى ألا كبقى كاسا حق كتاقن أوحد به أين سوغلين أوحد به تسوغلين فإن الله ألا يحبه وجعليها المتقين كوا إساق كبقوا وجعليها سيدا أتشاكتين ما هو إنان إذن كدن بإذن سارهين أوحوى للإيميذن بنايهين أوميين تاوحبا لإذن شاقن إن ماءها وددوا منك إن سوغلين ودد الدنبه إي عقاب تقفك إن أوي من إن وحاويه تدك بلنت أولو فيه ألا عابدو ألا كبقوه إذن كما هو بلاد هو نفي مي سيدا ما هو بلا من أوفى قفك أوفيه بعهده ألا بلنتي سواتق الله ألا كبقى فإن الله كاس فإن الله لا يحب المتقين المتقين تواجع عليها مركا كاسا أن رباتها هي سنين إذن كرباتها إذن هي ستون إن الذين قوة يشترون إفسده بعهد الله ألا بلنتي سوى إيمانهم دار طولة ثمن العقل لهم وحيروا الدنيا كو إفسده أولئك قواس لا خلاق النصيب داف لهم أسمنا في الآخرة آخره ولا يكلمهم الله ألا لما هدلو ولا يندور إليهم ما أيقو ألا لما هدلو حويه وهذا الرحمة ديت يعنان بالغو لها اللي هو العقابة ألا الرحمة ما أيقوه وألا أيقيا ألا هو بأركا الرحمة ما أيقو يوم القيامة ولا يزكيه وحي أهيد بالي من اللي دا أشعث بن قيس إني يني يهود يو حسكو يا شيء وحبا كالاق علي نبقى إصلاتك نكي مومن كاي أشعث بن قيس نبقى حكوين مرخاتكين ما هي يوز مرخاتي كي يهود كأهبو لدار مرك يا رسول الله هدور دارتو وحوي ودارنا حوله يجي مرك أجد تجابو كويت حوله يجي أجد تجا مرك هسا آيات نسوي دكت قف كي دارتها إسقى قلبك هاي استوي معنا قف كي بين كل دارتها إسقى قلبك هاي استوي مرك ما شان علمه وحي له دين مسألة ده لقصة ساري وحوي قف كحاكم كاهي وحي وحكمه وحوي وحلالين ما يسقف كو حكمه هدي ويعني قدر رجاه وبعد اللي هاي قف كاو حكمه وحلالين ما يسوي والنبي الله محمد وحجري waad soo lakay imanaysan waadna kala hadli ogtiin oo qaad baad doodiisa si fiican u gudan kara qofkii aan wax walaalkii dhaar ugu xukumeey naar baan u xukumeey ugaadi marka haakimku xukunku xukumeey ka loo xukumeey uma xalaalayn karo allah wuxuu leeyahay innal ladina kuwa yashtaruna gatay iibsaday biadillah la balantis wa imanihi samanan qalilan waxay balanta u galayaan balantii bay furayaan iyagoo xoola doonaya ama dhaar beenay mariyan iyagoo xoola doonaya ulaayka kuwa noocaasihi لا خلاق ديف لهم وسبنان في الآخرة آخر وآخر ونصيب درنا يال ولا يكلمهم الله ألا الله لما هي تكليم الرحمة هذا الرحمة دي الله لما هي ولا يندور إليهم أيقن ما يد نظر الرحمة بيما الرحمة والعقاب يوم القيامة قيامها يوم كي سوى يا شيخ مركي سلا سواهيسته ولا يزكي مال الطهير ما هي ولا يزكي متى وحلو جيدا إلهي الدم بقوض النافي ما هي وحوي قيما ويلي ما يوني إلا قفك أظهرته واي أض أمان تقيما ضيعش ولا يزكيهم ألا مظهريه وضدح حوه ولهم حاوس بنادي عذاب عذاب أليم وحنوشي مؤلم حنوشي أوس بنادي وقفك بلن تكبها أرنار تبينتها وحكوعنا وحول الدرتو لي أدنيا دتو صداء يالا والله سبحانه وتعالى.